لي العمل ديالي وكتصلي العائله ديالي كتقلب تقول حنا الناس ف فيلم كله رائع. غادي نخلي الجمهور يلتحق بالقاعه السينما باش يشوفوا ما نخسروش الجمهور النظره على الفيلم. انا دوما باغ كنقدم هذا التوجيه ولا هذه الرساله للشعب المغربي انه يمشي لقاعات فيلم رائع وكل ما تحمله كلمه الفن والسينما المغربي.